وللحديث أكثر حول تحركات اليوم الأسواق العالمية انضم إلينا من دبي رائد الخضر كبير استراتيجي إكويتي جروب. أهلا بك معنا رائد، يعني وأسعد الله صباحك. بداية، يعني ما كنا نترقبه من بيانات من الاقتصاد الصيني والتي جاءت بأفضل من المتوقع، برأيك اليوم هذه البيانات إلى أي مدى تعطي دفعة وأيضا توقعات إيجابية بالنسبة لمسار أسعار النفط؟ طبعا بلا شك البيانات اللي صدرت عنا اليوم من الصين هي تعتبر في مساق البيانات الإيجابية التي يعني إذا كان الاقتصاد الصيني بخير أعتقد يوجد هناك ربما تحسن في أسعار النفط، خصوصا أنه كانت أسعار النفط في الآونة الأخيرة تحت الضغط من مخاوف من الركود الاقتصادي العالمي ومخاوف إجمالا من تراجع الطلب، ولكن مع بعض البيانات التي صدرت اليوم تظهر أن الاقتصاد الصيني في طور تعافي إيجابي. 4.9% يعتبر نمو جيد بالمقارنة مع القراءة السابقة التي كانت فوق 2% بقليل. أعتقد الاقتصاد الصيني المساهم الأكبر وفق مفردات الناتج المحلي الإجمالي التي صدرت اليوم، المساهم الأكبر هو كان توقف أو إزالة الحواجز الكوفيد 19 على الاقتصاد والريستريكشنز اللي كانت موجودة، وذلك ساهم في دفع قطاع الخدمات. ولكن لا تزال هناك بعض القطاعات، مثلا خلينا نقول اللي استفادوا فيه أكثر شيء هو كان الطلب الداخلي. ارتفاع مستويات الاستهلاك في الطلب الداخلي في الصين ساعد بشكل كبير جدا، وطبعا ذلك يؤكد على أنه هذا هو الطلب الحقيقي على النفط وعلى أسعار النفط. بينما كان في عندي العقارات على سبيل المثال متراجعة بشكل كبير جدا، أو السوق الأصول الثابتة إن صح التعبير كان في عندنا تحت ضغط ولا يزال منخفض إجمالا. الفترة القادمة ممكن يشهد مزيد من التحسن هذه القطاعات، ولكن نعتبر هذه القراءة إيجابية وبشكل كبير جدا للنفط الذي تستقر قراءاته في نطاقات محدودة وضيقة. ما أعتقد بالفترة القادمة سيكون التركيز أكبر على أنه أولاً استدامة تحسن البيانات الصينية في الفترة القادمة وتسلسل هذا التحسن، ومن ثم يكون التركيز على بناء موجة أكثر ارتفاعاً على أسعار النفط. نعم رائد، يعني احنا لو تحدثنا اليوم على معدلات التضخم في منطقة اليورو، احنا عم نترقب هذه البيانات ولاحظنا خلال الفترة الماضية تباطؤ الارتفاع بالنسبة لهذه البيانات. اليوم لفتني ايضا تصريح لرئيسة البنك المركزي الاوروبي كريستين لاغارد التي ذكرت بانه في حال وصول للمستهدفات عند 2% لربما هناك في الفترة اللاحقة قد يكون هناك تغيير ايضا لهذه النسبة بعد الوصول لهذه النسبة. برأيك اليوم الى اي مدى ستكون البيانات المرتقبة هناك في تراجعات، وأيضا كيف سيكون مسار المركزي الأوروبي؟ لا أعتقد يعني الوضع في المنطقة الأوروبية مختلف شيء، لازال بعيدين عن المستهدفات، 3 أضعاف المستهدفات تقريبا. وأيضا بالنسبة للقراءات الأساسية التي يستثنى منها الغذاء والطاقة لا تزال في ارتفاع مضطرد وفي مستويات قياسية جديدة بالنسبة لمستويات التضخم، فهذا يضعنا تحت خطة إبقاء السياسة النقدية التشددية ورفع أسعار الفائدة بشكل أكبر خلال الفترة القادمة. ومن هنا نتوقع أنه مستويات أسعار الفائدة اللي هي عند 2.5% بالنسبة للمركز الأوروبي غير كافية لدفع مستويات التضخم نحو المستويات المستهدفة عند 2%، وذلك يضعنا أمام سكة تبقى تمتد حتى منتصف العام القادم من الرفع المتتالي في أسعار الفائدة، ومجال مفتوح من قبل السياسة النقدية للوصول إلى هذه المستويات، خصوصا مع الأخذ بعين الاعتبار أنه ممكن يكون في عندي معوقات مثل ارتفاع أسعار الطاقة في الفترة القادمة قد يسبب ضرورة وضع أسعار الفائدة بشكل أسرع في مستويات أعلى قبل أن يصل الركود الاقتصادي بشكل عنيف على المنطقة الأوروبية، لأنه نحن كل ما نشدد أسعار الفائدة عم يكون عندي تراجع بقطاع الأعمال والأنشطة وأنشطة الأعمال إجمالا. ولكن
إلى مستويات معقولة. أعتقد في الفترة القادمة يعني مستويات التضخم التي هي عند 5.1% هي غير كافية، خلينا نقول، إلى أن نصل إلى مستويات أقل بكثير عن 2% في أي وقت قريب خلال هذا العام أو حتى في الربع الأول من العام القادم. نعم رائد، وباختصار هذه المرة لو تحدثنا عن بيانات البطالة التي سمعناها من الاقتصاد البريطاني والتي ارتفعت ل 3.8% خلال شهر فبراير، برأيك هذه البيانات اليوم إلى أي مدى ستؤثر أيضا على تحركات بنك إنجلترا والسيناريو المرتقب بالنسبة للسياسة النقدية من قبل البنك؟ يعني بوضوح جديد يوجد مشكلة ارتفاع في معدلات البطالة سوف نشهدها خلال الفترة القادمة على معظم الاقتصادات العظمى على رأسها الاقتصاد البريطاني. مزيد من ارتفاع معدلات البطالة منشأ الركود الاقتصادي ومخاوف الركود الاقتصادي وضعف نمو الأعمال التجارية إجمالا، وأعتقد وهنا السبب الرئيسي هو تشديد السياسة النقدية الذي يجب أن يستمر حتى يكون مكافحة للتضخم. الوضع في المنطقة البريطانية مستمر بنفس النهج، وبالتالي مزيد من تشديد السياسة النقدية مطلوب من قبل المركز البريطاني حتى وإن كان على حساب ارتفاع معدلات البطالة أو ضعف النمو الاقتصادي، لأنه مستويات التضخم لا تزال بعيدة جدا عن المستهدفات. وهنا شاهدنا كيف الجنيه الاسترليني يرتفع بشكل واضح خلال الفترة الماضية ويستقر بتعاملاته فوق ال 1.24، لأنه في عندي توقعات كبيرة جدا أنه سياسة التشديد في السياسة النقدية ستبقى مستمرة بغض النظر عن أنه إذا كان في عندي ارتفاع في مستويات البطالة أو انخفاض في مستويات التوظيف أو حتى ضعف في قراءات النمو وتراجع في مستويات النمو نحو الركود الاقتصادي. أعتقد الرسالة صارت واضحة كثير من صناع السياسة النقدية في المركز الأوروبي والبريطاني أنه انخفاض التضخم هو الأولوية في الفترة القادمة. نعم، كل الشكر لك رائد الخضر، كبير استراتيجي الأسواق في إكويتي جروب، على وجودك معنا.